السلام عليكم حبايبي ولادي our seniors in physics world. حبايبي الفورث ماني ترايل اكزام من حصص مصر على التحدي اللعب على وقت 30 سؤال only 60 minutes. اوكي جاهزين؟ جاهزين يا مستر. قلمك كالكليتور كابي بوك مش هقول انتوا عارفين. يلا انا جاهز. question number 1. The opposite graph represents the relation between the maximum induced EMF for AC dynamo and the angular velocity, يعني علاقة ما بين الـ E maximum و omega for the rotation. If the number of turns of the coil 100 turns in and the magnetic flux density acts on the coil 0.1 tesla, الـ B. حبايبي اتعودنا يعني من أدبيات التعامل مع الجراف أول ما تشوف جراف تكتب الـ expressing relation القانون والقانون E node بتساوي ابن أوميجا ABN أوميجا. طب والسلوب؟ السلوب هيبقى دلتا E maximum over دلتا أوميجا يبقى ABN. بيسأل عن الـ area of the coil يبقى أكيد هيديك الـ B والـ N. أنا جاهز حبايبي ولادي. السلوب دلتا EMF maximum على دلتا اوميجا اللي هو اي بي ان. بتعرف تحسب السلوب؟ اي نقطتين صح تاخد دي مع البدايه خالص y2 minus y1 على ما يقابلهم على الاكس اللي هو x2 minus x1. يصح نقول 90 minus 0 over 150 minus 0. يس طلع الاي ام اف بالفولت والانجلر فيلوسيتي راديان بير سكند طلعت 0.6 كده. ABN بتساوي 0.6 السلوب 0.6. طب انا عايز A الاريا تبقى السلوب over PN. طب السلوب 0.6 والB 0.1 والN 100 طلع الناتج 0.06 متر سكويرد. سؤال سهل وجميل بيطمن بس على اساسيات التعامل مع الجراف. question number 2. Straight wire is coiled in form of circular coil consisting only one tear. Electric current pass through it, I. Then it is coiled, نفس الواير. Again, the circular coil, coiled again to circular coil, consisting أربع لفات. حبايبي, نفس السلك وعيد ألفه بدل ما كان one turn بقى four turns. Okay, تعرف إن لو عدد اللفات اتغير أكيد هيغير مع الريجيس. افتكر بس. Then the ratio of the magnetic flux density at the center of the coil at the, in first case to that in second case. حبايبي فكرة السؤال كنا قلناها قبل كده ان عدد اللفات تساوي length of wire على طول اللفة 2 by r. إذن عدد اللفات inversely مع radius of the coil. يعني لو عدد اللفات زاد اربع مرات تعرف اوتوماتيك من غير ما انا اقول لك ان اكيد الريجيس هيقل للربع. لو بقيت سريع حل كده البي هتساوي ميو ان اي over to our coil. الان زاد اربع مرات والريجيس قل للربع. اربع مرات تبقى البي زاد اربع مرات والريجيس في كل قل للربع يبقى دي تزيد اربع مرات. يعني البي زادت 16 مره. يعني الريشيو هتبقى 1 to 16. ده لو انت سريع. طب عايزها واحده واحده اكتب كده بي 1 to بي 2. هنا ميو ان اي على 2 ار كويل وهنا ميو في 4 ان اي على 2. اوعى تنسى ان الريجيس اوف كويل قل للربع لانه نفس الواير اعيد لفه. طبعا هنشيل الميو لانه الاي وال2 ار وهنا ميو ان اي وال2 ار اتفضل 1 وهنا 4 اوفر كوارتر اللي هي 16 1 تو 16. سؤال سهل وتقليدي ومتكرر. حبايبي question number 3. An electron microscope is used to observe particle twice. ايه مش فاهم؟ يعني الكترون مايكروسكوب هيشوف بارتكل مرتين يعني مرتين. In the first time the potential difference between the cathode and the anode كان 16 كيلو فولت. ده الـ accelerating voltage. وin the second time the potential difference ما بين الكاثود والانود بتاع المايكروسكوب 25 كيلو فولت. So the ratio between the wavelengths associated to the movement of electron in the first time to that in the second time as lambda 1 to lambda 2. حبايبي انا بس عايز افكرك الالكترون مالوش غير قانونين. ان الكاينتيك انرجي بتاعت الاكسلريتد الكترون تحسب اي دوت في او هاف ام فيلوسيتي سكويرد. وعلاقه دي برولي اللي بتقول ان لامدا بتساوي اتش
على PL اللي هي H على mass في velocity. هي دي قوانين الإلكترون بالمناسبة. تعال نستعملها واحدة 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 واحدة. بص حبيبي نبتدي منين؟ نبتدي منين؟ E dot V بتساوي half mv velocity squared. يعني نقدر طبعا دي constant ودي constant. يعني نقدر نقول V1 على V2 اللي هي الفولتج 1 على الفولتج 2 بتساوي velocity 1 squared على velocity 2 squared. طب الفولتج الأولاني 16 كيلو فولت والفولتج الثاني 25 كيلو فولت. كده يبقى الفيلوستي 1 سكويرد على الفيلوستي 2 سكويرد 16 على 25. اعمل لهم روت يبقى فيلوستي 1 على فيلوستي 2 4 over 5. دي ايكويشن نمبر 1. طب من علاقة دي برولي لامدا بتساوي اتش على ام في. يعني لامدا انفرسلي مع الفيلوستي. انفرسلي مع الفيلوستي. يعني ينفع نقول لامدا 1 over لامدا 2 بتساوي فيلوستي 2 على فيلوستي 1. فيلوستي 2 على فيلوستي 1 يبقى 5 over 4. يعني إجابة 5 over 4. يس. بس اسمحوا لي عايز أفكرك بحاجة. السؤال خلص بس اديني من وقتك 30 ثانية هفكرك بحاجة يعني ناوي أأكد عليها لغاية ليلة الامتحان إن شاء الله. معلومة وتكررت كتير بما فيهم في الامتحان التجريبي جون 2021. حبايبي ولادي يعرفوا إن E dot V هبتدي كده E dot V equals half m velocity squared. اه عارفينها يا مستر. طب يبقى ام فيلوسيتي سكويرد ضربنا في 2 يبقى 2 اي في. طب هطلب منك طلب البوث سايدز ديفايدد ام اكسكيوز مي ملتبلاي ام. البوث سايدز ملتبلاي ام ليه؟ اصبر عليا هتشوف. تبقى ام سكويرد في فيلوسيتي سكويرد بتساوي 2 E V في M. يا مستر عايز ايه يا جدع الصبر كده؟ يبقى المومنتم اللي هي M dot V mass electron في velocity نعمل root تبقى root 2 E V على M في M multiply M. طيب حلو قوي. تعايز ايه بقى في النهاية؟ عايز اقول لحضرتك الاتي. الويفلانس من علاقة دي برولي بتساوي H على المومنتم. مومنتم اللي هو روت 2 اي في ام. يعني الويف لينث انفرسلي مع روت الفولتج. يعني كان ممكن لو خلاص بقى عرفت المعلومه دي نوت مهمه واتكررت كتير ان الويف لينث ايكوالز اتش على روت 2 اي في ام. كده يبقى اللامدا انفرسلي مع روت الفولتج. روت الفولتج يعني لامدا 1 على لامدا 2 تساوي روت V2 فولتج 2 على فولتج 1 يعني بتساوي روت ها 25 over 16 يبقى 5 over 4. نتعلم ونوسع مداركنا. question number 4 حلو قوي. حلو حلو عجبني. يعني السؤال بيقول in the opposite circuit if four bulbs A B C and D are identical كلهم نفس ال R كلهم نفس ال R which of the following choices represents what will happen to the illumination intensity شدة الإضاءة ويستدل عنها بالباور. type of the bulbs A and B when the switch K is closed لما نعمل closing. حبيبي شدة الإضاءة يستدل عنها بالباور والباور I squared for أو V squared على R زي ما تشوف. أوكي أفكرك إن اللومات كلهم identical. خد بالك دقق في الرسمة أوي. R بزيرو ليها معنى يا محترف ان ال VT قد ال VP. طيب حلو قوي. انا عايز اعرف ايه اللي هيحصل لشدة الاضاءة الباور بتاع اللامب ايه؟ عبارة عن V squared على resistance. طيب بعد ما اعمل closing يا حبيبي الفولتج ستيل VP. الفولتج هيفضل VP. والresistance بتاعت اللامب ما اتغيرتش.
فضايت ايه؟ still constant. still constant. الفولتج زي ما هو والريزيستنس بتاعت اللمبه زي ما هي. الفولتج زي ما هو ليه؟ مش هيتغير قد الفي بي. طيب حلو قوي. ولو الفولتج ما اتغيرش يعني الكرنت ما اتغيرش والريزيستنس الكرنت اللي ماشي في اللمبه والريزيستنس زي ما هي، فاضاءه ايه زي ما هي. يبقى مبدئيا اضاءه ايه زي ما هي، انا استبعدت ايه وبي. طيب ايه اللي هيحصل لاضاءه اللمبه بي بقى؟ دي عايزه تفكير وتفكير بعمق. يلا عايز ذكاء كده شويه. هو انا لو عملت هنا كلوزنج للكي، كلوزنج للكي كده، خد بالك هو الفولتج من هنا لهنا ثابت. طيب كان متوزع بالتساوي على السي والبي، كان متوزع بالتساوي على السي والبي، كانوا قد بعض. طيب لما عملنا سويتشنج اون تيالي الريزيستنس هنا قلت، الريزيستنس قلت يبقى الفولتج على الجزء ده قل. انا بقول ان اضاءه بي هتقل decreases. طب معلش يا مستر ما تشرحها لنا بطريقه تانية. حاضر خلاص اتفقنا ان الباور بتاع ايه ثابت. ثابت ليه؟ لان نفس الفولتج ونفس الريزيستنس. طيب ما تشرح لنا كده بي تاني. حاضر هو كده الريزيستنس بتاعت البرانش ده كده ككل الريزيستنس ديت قلت. حلو قوي. طيب فيبقى الكرنت ماله؟ الكرنت اللي هيمشي هنا في البرانش ده زاد، ولو الكرنت زاد يبقى الفولتج على اللمبه سي زاد. الفولتج على اللمبه سي زاد، ولو الفولتج على اللمبه زي السي زاد يبقى الفولتج هنا يقل لان مجموعهم ثابت. صح ولا ايه؟ يعني الفولتج على اللمبه بي اكيد قل، وطالما اكيد قل والريزيستنس زي ما هي يبقى الباور قلت. صح ولا ايه؟ تاني الحته دي حبيب قلبي، الريزيستنس بتاعت البرانش ده قلت، قلت يبقى الكرنت اللي ماشي فيها هيزيد، اللي هو عباره عن الفي في بي على الار كوفالنت بتاعت البرانش. طيب والكرنت لو زاد يبقى الفولتج على اللمبه سي زادت، والفولتج على اللمبه سي لو زاد يبقى على بقيه الفرع هيقل. صح؟ صح كده. الفولتج على اللمبه بيقل يبقى اضاءه اللمبه بيقلت. طيب كويشن نمبر 5، السؤال بيقول جروب اوف 3 كاباسيتورز، كاباسيتنس 8 مايكرو فاراد و12 مايكرو فاراد و24 مايكرو فاراد، ده سي 1 سي 2 سي 3 اند دي سي سورس اوف بوتنشال ديفرنس 6 فولت ار كونكتد تو ليت ذا كاباسيتورز هاف ذير ماكسيمم ايكويفالنت كاباسيتنس. استنى ما افكر. ماكسيمم كاباسيتنس لما يبقوا متوصلين بارلل. بص الجملة حلوة قوي، لما يبقوا متوصلين parallel، لأن ساعتها C total تساوي C1 plus C2 plus C3. هو بيختبرك في وسط السؤال. So the total stored charge، عايز التوتال Q. طب ما تجيب لي C total الأول، 8 plus 12 plus 24 طلعت 44 microfarad. ومن التريانجل الجميل بتاعنا لو تفتكروه ان السي توتال كانت كيو على في توتال. يس، يعني لو عايز الكيو يبقى سي توتال في الفي توتال. طيب الفي 6 فولت والسي توتال 44 مايكرو فاراد، يبقى 44 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 تطلع ناتج 2.6 في 10 باور نيجاتيف 4 كولوم. يس، اختيار رقم بي. سؤال سهل وحلو. كويشن نمبر 6، In the opposite circuit, the phase angle. سؤال حلو برضو فأنا انتبه فيه. In the opposite circuit, the phase angle between the total voltage and the current. Total voltage والcurrent get 30. كده الثيتا بتساوي 30 degree. ده في ال first case. طيب first case دي كانت ال XC من على الرسمة اهو نص ال XL. حلو قوي. When the capacitor is connected to another identical capacitor in parallel، هيوصل معاه واحد تاني in parallel، عايز الفيز انجل هتبقى كام؟ طيب تعال نبتدي واحده واحده، تعال نبتدي واحده واحده. هو في الحاله الاولانيه هنمشيها مع بعض واحده واحده، كانت التان سيتا بتساوي اكس ال ماينس اكس سي
over R. يبقى 10 30 بتساوي XL والإكس سي دي كانت نص XL. يبقى XL ناقص نص XL على R. يعني نص XL على R. 10 30 على الكالكليتور. يلا لو نعمل 10 30. بص 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 اهو. 10 30 equals root 3 over 3. مظبوط. حلو قوي. طيب ماشي. يعني افهم من كده بعد اذنك. اهو. بص لي على دي. يبقى الـ XL. الـ XL. بتساوي. ها. root 3. دي half XL. root 3 over 3 4. دي half XL. طب اضرب في 2. يبقى 2 root 3 over 3 4. اوكي. ده الـ XL. دي المعلومة اللي أنا طلعت بيها من الحالة الأولى. طب في الحالة الثانية حضرتك هو هيوصل identical capacitor مع الكاباستور الأولاني ده in parallel. فأعتقد يبقى كده الـ XC هتقل للنص. XC هتقل للنص. يعني كده الـ XC الجديدة هتبقى ربع XL. نص ونص parallel تبقى ربع XL. طيب هاي الـ XC total هتبقى ربع XL. هو بيسأل عن ايه؟ عن الفيز انجل في الحالة دي. طب تان سيتا بتساوي XL ناقص XC اللي بقت ربع XL على R. طب XL ناقص ربع XL يبقى تلات اربع XL على R. طب يا جدع معايا كده شوية الـ XL اللي فوق دي ممكن اشيلها واكتب مكانها اهو 2 root 3 r على 3. طبعا لو روقناها مع بعض كده هقول r تروح مع ال r هيطلع ان tan سيتا بتساوي root 3 over 2. نعمل shift tan طلعت الانجل 40.89 اللي هي اختيار رقم B. طيب حبايبي question number 7. Tuning resonant wireless circuit receive radio station of frequency F. What is the changes required to be done on the tuning circuit to receive radio wave frequency to F? يعني عايز the resonant frequency doubled. أنا أعرف إن F تساوي 1 على 2 باي روت ال C. يعني تبقى كده ال F1 على ال F2 بتساوي روت L2 C2 على L1 C1. لازم نخلص من روت. يبقى F1 squared على F2 squared بتساوي L2 C2 على L1 C1. طيب F2 squared هو عايز كانت F وتحت يعني كانت F وطبعا squared وتحت 2F all squared اللي 4F. يعني الريشو هتبقى وصلت في النهاية ان F1 squared F1 squared هيكتبها هنا. حاضر. F1 squared على F2 squared اللي هي L2 C2 على L1 C1 تبقى 1 على 4. طب اعمل ايه عشان احقق دي يعني؟ اعمل ايه يعني؟ اكيد اكيد كده ال L2 C2 اقل من L1 C1. يعني اكيد ال L والسي L2 C2 قلت. ايوه يعني نختار ايه بقى يا مستر؟ بص كده يبقى هنقول ان L2 اذا L2 C2 بتساوي كوارتر L1 C1. اما ان L1 بقى ان ال L2 بقت ربع L1 والسي زي ما هي او مثلا ال L قلت للنص والسي قلت للنص تنفع. المهم في النهاية L2 C2 قد ربع L1 C1. صح؟ طيب يعني انهي اختيار يناسبنا؟ ان ال L قلت للنص والسي قلت للنص. ماشي؟ فيبقى البرودكت بتاعهم قل للربع. L2 C2 هي ربع L1 C1. طيب سؤال حلو يعني. مهارات. الفيزياء مهارات مش مذاكرة. تدريب. حلو كتير. حبايبي question number 8. السؤال ده شفناه كتير. نركز فيه مع بعض وبدقة وبسرعة. The opposite figure represents two perpendicular straight wires. عندي سلكين اهم. طيب perpendicular to each other. وليكن نسمي ده wire A
يلا لو تقلدوني يعني عشان نعرف نتكلم. وده واير بي. الواير اي كاري كيرنت 2 امبير، انا بدقق قوي في الرسم الى يمين الصفحه، والواير بي كاري كيرنت اي امبير لتحت. حلو قوي. والمطلوب هما isolated from each other طبعا، الكرنت هنا غير هنا. طيب so the ratio between the magnetic flux density عند البوينت اكس to that at point y. طب حلو قوي، تعال نلعب عند النقطة اكس. النقطة اكس متأثرة باتنين magnetic field. magnetic field بتاع الواير A، طب الواير A current ماشي يمين الصفحة يبقى من تحت اكس، كله بيقلدني بأن هنا نكتب اكس A، ومن فوق دوت يبقى هنا دوت A ودوت A. حلو قوي. طيب والواير بي اهو دوت اي. طب والواير بي كاري كيرنت كان داون ذا بيتش. اوكي داون ذا بيتش، يبقى من عند الاكس هيبقى هنا دوت، ده الواير بي. ها يبقى من هنا من عند الاكس هيبقى اكس اكس بي. طيب وهنا اكس بي. طب ومن عند الواي هيبقى دوت، يبقى دوت بي دوت بي. انت عايز ايه يا مستر؟ بمنتهى البساطة يعني من غير رغي كتير، عند النقطة اكس هيبقى الفيلدز البي توتل عند اكس، البي ات اكس هتبقى عبارة عن بي بتاعت الواير اي ماينس بي بتاعت الواير بي. طيب وعند النقطة واي تبقى البي توتل ات واي تساوي B of wire A plus B of wire B. نقطة مهمة بس تاخد بالك منها، العلامات دي. النقطة X لو قلنا تبعد عن الواير A مسافة دي، يبقى أكيد بعدها عن الواير B 2 دي مثلا، يبقى هنا كده ده برضو 2 دي، وهنا كده اهو 2 دي. أنا جاهز أحل، هي شوية معلومات وده تدقيق في الرسم، تدقيق. ايوه طيب تعالوا نشوف. تعرفوا ان بي للواير ميو في اي على 2 باي دي. نجيب البي توتالي ات اكس، يبقى البي للواير اي ناقص بي للواير بي. طب للواير اي ميو في الكرنت اللي ماشي فيها 2 اي، هو ميو في 2 اي على 2 باي وبعد النقطه دي. طب ماينس بي للواير بي، يلا ما حدش تلخبط خالص، هي اللعبه لعبه دقه. ميو كارنت اللي ماشي في الواير بي مسمينه اي، وبعد النقطة على 2 باي وبعد النقطة 2 دي. طب شوية مهارات ماثيماتكس كده، استنى اما العبها انا بحب العب. يبقى بتساوي لو خدنا ميو في اي على 2 باي دي، على 2 باي دي يتفضل لك ايه؟ تفضل هنا 2. طب وهنا يا مستر خدنا ميو اي على 2 باي دي، اتفضل هنا هاف. طيب يعني كده لو قلنا ديت تساوي ميو في اي على 2 باي دي، وهنا 2 ناقص نص يعني 1 ونص اللي هي 3 على 2. 2 مع 2 دي يبقى 4، فكتبناها 3 اوفر 4 ميو اي على 4 باي دي. شويه مهارات بس ماثيماتكس. حلو. طب مين يجيب لي البي توتال ات واي؟ بي توتال ات واي هتبقى بي اي بلس بي بي. طب بي للواير اي ميو والكرنت 2 اي على 2 باي والديستنس 2 دي. طيب بلس للواير بي بقى ميو والكرنت اللي ماشي فيها اي على 2 باي والديستنس 2 دي. طيب لو ناخد ايه بقى كومن فاكتور ميو فاي، لو خدناه بص نلعب يعني انا بحاول العب زيكم، ميو فاي على ناخد ايه 4 باي دي على بعض 4 باي دي. طب يتفضل هنا 2 بلس 1 يبقى 3 اوفر 4 ميو اي باي دي. يس انا ملاحظ ان الاثنين زي بعض، يعني الريشيو بينهم هتبقى 1 to 1. سهله بس عايزه روقان في الحسابات، ما هي من ضمن المهارات اللي عايزين نطلع بيها يعني واحد مدير بنك بيفهم،
بيزنس مان، وزير، مهندس، طبيب، لازم يبقى برضو عقله شغال في الحسابات شوية، صح ولا ايه؟ صح؟ صح. طيب question number 9. During the rotation of the coil of the motor from perpendicular position to parallel position. كان perpendicular وبقى parallel. طيب which quantity increases؟ هل عدد اللفات في coil هيزيد؟ ايه يا عم السذاجة دي؟ انا متهيألي التورك هيزيد. كان التورك بيبقى زيرو هو perpendicular ويزداد التورك ليصبح maximum value لما يبقى parallel. طب الماجنتيك فلكس through the coil؟ لا، الماجنتيك فلكس كان maximum بقى زيرو. الماجنتيك فلكس that acts on the coil؟ لا، الاختيار رقم B تورك. ده لان التورك بيان، والله لا نذاكر شوية، بيان ساين سيتا. معلش بفكركم وما تزهقش مني، امتى التورك يبقى زيرو؟ تورك بيساوي زيرو لو ساين سيتا بزيرو، يعني السيتا بزيرو، يعني كايلز بلين perpendicular للفلكس لاينز. طب وامتى التورك يبقى ماكسيموم؟ لو ساين سيتا ماكسيموم، ماكسيموم فاليو للساين ب 1، يعني سيتا ب 90 لو كايلز بلين parallel magnetic flux density. حلوة. How about be question number 10. When a white light passes through gas, the white light عدى على gas as in the opposite figure fell produce the spectrum low number 2 through the spectrometer. هيبقى عبارة عن ايه؟ مين فاكر لو white light عدى على gas وكان بشروط ان الجاز يبقى low pressure و hot و atomic state؟ مين فاكر؟ some wavelengths هتتسرق. بس ما تقولش اتسرقت بس absorbed. طيب كل المقاسات اتسرقت absorbed يعني، ولا مقاسات محدده؟ محدده، فيبقى absorption line spectrum وبيظهر على شكل dark lines على bright background. ايوه يعني هيبان زي ما اتفقنا dark lines على bright background. بعض المقاسات مسروقه absorption line spectrum، وده كاركترستيك سبيكتروم يختلف من اتوم لاتوم على حسب الاتوميك ستراكشر. طيب question number 11. رائع رائع، حلو عجبني، تعال نفكر فيه شويه. بيقول لي in the opposite circuit there is resistance AP. resistance AP، طب resistance AP ديت كانت 12 كيلو اوم، من هنا لهنا كده 12 كيلو اوم، دي الريزيستنس منين لفين؟ من A لB. انا بحاول افهم، فاهم نفسنا. Where the terminals connected to potential difference 220 فولت. حلو قوي. طيب if port AC represents quarter resistance، من هنا لهنا ده ربع الريزيستنس. طب ربع الريزيستنس يعني انا فهمت كده ان من A لC ده من هنا لهنا الريزيستنس من LC ربع ال 12، 12 over 4 يبقى 3 اوم، ولو دوت 3 اوم يبقى اكيد الباقي ده، الباقي ده لو من BLC وده 12 هنا 3 يبقى دي 9 اوم، دي الريزيستنس ما بين B و C. طيب if part AC represents quarter resistance AP is connected to voltmeter 6 كيلو اوم، بالمناسبة دي 9 كيلو اوم، كيلو كيلو 1000 يعني، ودي 3 كيلو اوم مش اوم، 3000. والفولت ميتر نفسه، الفولت ميتر نفسه ليه ريزيستنس كام؟ 6 كيلو اوم. كده المسألة بقت واضحة جدا جدا جدا، يعني لو تحب ترسمها لنفسك اهي كده وكمان كده وكمان كده اهو. طب ديت قد ايه؟ ديت 9 كيلو اوم، دي ما بين البي والسي. طب من السي للاي ديت 3 كيلو اوم، والفولتميتر 6 كيلو اوم. طب والبوتنشال ديفرنس توتالي كان 220 فولت، ده اللي انا فهمته. وعايز ايه؟ So the voltmeter reading equals، عايز قراءة الفولتميتر، الفولتميتر ده يقرا كام؟ سهل قوي يا اخي.
هات ال I total وبعدين اضرب I total في resistance ما بين A و B. تعالوا كده نجيبها بسرعة جدا. يعني لو انا عايز اجيب ال R equivalent 6 و 3 parallel, 6 و 3 parallel product على summation يبقى 2, 2 plus 9 يبقى 11, يبقى كده ال R equivalent equals 11 كيلو او. طب كده ال I totally هتبقى ال total voltage على ال R equivalent, يبقى 220 على 11000. طيب 220 بسرعة كده نحسب مع بعض, 220 على 11000 طلع الناتج 1/50 اللي هي 0.02. يبقى ال I totally 0.02 امبير. طب عايز البوتنشال ديفرنس ما بين A و C, يبقى I total في ال R equivalent ما بين A و C, between A و C. طيب يعني هتساوي 0.02 times الresistance ما بين ال equivalent ما بين A و C 2 كيلو اوم, يعني 2000. 0.02 times 2000 يطلع 40 فولت. 40 فولت. سؤال حلو سهل. 40 فولت. يس. طيب حبايبي ولادي, question number 12. The torque tau acting on coil carrying an electric current and placed in uniform magnetic field becomes the maximum, لسه قايلنا حالا, torque بيان sin ثيتا. بتفكر مش بتحفظ. التورك is maximum لو sin ثيتا maximum value يعني ب1, اعمل شيفت ساين على الكالكوليتر يبقى ثيتا ب90, وفي الكويل بيبقى الثيتا ب90 لو الكويلز بلين is parallel to the magnetic flux lines. طب بالمناسبة الكويلز بلين parallel للاينز, يبقى النورمال على الكويلز بلين عامل زاوية 90, يعني الدايبول مومنت perpendicular على الاكسترنال فيلد. خلينا في سؤال اهو, كويلز بلين parallel, معلش اوضح اللي انا قلته بس عشان ما نقعش فيه في حتة. ادي النورث وادي الساوث. فين ال 90؟ اهي ما بين النورمال على الكويلز بلين اللي بنسميه دايبول مومنت. هو بيسأل عن ايه؟ كويلز بلين يبقى parallel to. يس حبايبي ولادي, سؤال بيقول ان بي ان بي ترانزستور, بي ان بي ترانزستور, بي ان بي, the dominant charge carrier in both of emitter and collector, في الأطراف, الأطراف تبقى غنية بالهولز يعني مش محتاجة, سؤال سهل. طيب question number 14, السؤال بيقول the opposite figure represents part of electric circuit, ده جزء من دائرة كهربية, so the value of I1 and I2, بيسأل عن I1 و I2. عايزين نحلها دي بقى كرشوف. اوكي تعالوا كده نشوف مع بعض. اولا تسمية الشكل الهندسي, وليكن سمينا دي A B C D واحدة واحدة. طب ثانيا ينصح مدى حياتك, يعني تعلمتها مني, ان لو في internal resistance من فضلك يبقى ارسمها عشان ما تنساهاش. فهنا R ب1 ohm. طيب اتجاهات الكرنت هو حاططها, يعني هو حاطط اتجاهات الكرنت ومسمين. حلو قوي. هنا I2, هنا I1, وهنا ديت 4 امبير. طب نحط الاشارات بالمرة, الشرطة الصغيرة في البطارية نيجاتيف والكبيرة بوزيتيف. طيب هنا بوزيتيف نيجاتيف, كهرباء ماشية كده. طب هنا بوزيتيف نيجاتيف. طب وهنا ماشي 4 امبير كده, يبقى بوزيتيف نيجاتيف. طيب وهنا دي ماشي فيها I1 اهو, ماشي فيها I1, I1 ما شفتي, والفوق تبقى بوزيتيف نيجاتيف. طلباتك عايز ايه؟ انا عايز ال I1 وال I2, ونفكر وبهدوء, انا بحب التفكير بهدوء.
طب equation number 1 لو طبقنا KCL عند اي نود فانا شايف ان I1 زائد I2 تدي 4. I1 زائد I2 تدي 4 عند النود B مثلا. طب تعال نلعب KVL في اللوب اللي فوق. KVL في اللوب دي. اللوب دي ما عنديش غيرها يعني. تعال نلعب فيها KVL. KVL لف في اي اتجاه وليكن انا هلف كده اهو فلفوا معايا بعد اذنكم. نيجاتيف بوزيتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. طب نيجاتيف بوزيتيف 50 فولت. بص انا بحب العبها برضو. يعني لو قلنا نلف الاتجاه ده اللي يبتدي نيجاتيف اسميه بنت مثلا. ادي بنت. طب بوزيتيف نيجاتيف يبقى ولد. كمان بوزيتيف نيجاتيف ولد. طب دي بوزيتيف نيجاتيف ولد. طب بوزيتيف نيجاتيف ولد. بنت واربع اولاد. البنوته الجميله دي 50 فولت. طب الاولاد بقى هنا 1 I1 plus 5 I1 plus الولد ده 10 في 4 10 ومش 4 امبير يبقى 40 فولت. اكتبها لك كده 10 by 4. طب وفي الولد ده يا مستر 4 I1 ايوه يبقى وصلنا ان 50 بتساوي هنا 1 و 5 و 4 يبقى كام؟ 1 و 5 و 4 يبقى 9 I1 وهنا يا مستر 9 I1 1 و 5 و 4 لا 10 10 I1 سوري 10 I1 بلس 10 باي 4 يبقى 40. طب نجيب دي الناحية دي يبقى 50 ماينس 40 10 بتساوي 10 I1 يبقى كده ال I1 هتساوي 1 امبير. طب لو I1 ب 1 امبير ومجموع I1 زائد I2 4 يبقى اكيد I2 ديت هتبقى 3 امبير. I1 ب 1 يبقى I2 هتبقى ب 3 امبير يعني اختيار رقم D سهل قوي. طيب question number 15. The minimum frequency nu of light that falls in metallic surface of work function 3.3125 electron volt GEW. To free electrons, عايز ال minimum frequency يعني بيسأل عن nu c. حبيبي يعني دي تعويض مباشر دي. EW بتساوي H nu c. يعني تبقى ال nu c بتساوي EW على H بس خد بالك EW بالجول. عشان كده ضربناها في 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19 عشان تبقى بالجول. ديفايدد ال H اهو E W 3.3125 في 1.6 في 10 باور نيجاتيف 19 عشان تبقى بالجول. ده كله كده على بعض عشان تبقى بالجول. ديفايدد ال H 6.625 10 باور نيجاتيف 34 طلع الناتج 8 تايمز 10 باور 14 هرتز. يعني الامتحان فيه اسئله صعبه واسئله سهله دماغك تبقى مرنه. اوعى تبقى من محترفي اللي حلو الصعب ويقع في السهل. بلاش الاوفر ثينكينج والجنان اللي انتوا فيه. يلا. كويستشن نمبر طلع الناتج 8 10 باور 14 اختيار رقم بي. كويستشن نمبر 16 حلو. سؤال حلو. The opposite figure shows two identical galvanometers. ده 18 اوم وده 18 اوم. Each one of them connected to shunt resistance. كل واحد منهم متوصل مع شنط ريزيستنس. حلو قوي. ايه المطلوب يعني؟ هنا الشنط 3 اوم. طب وهنا الشنط 6 اوم. طيب حلو قوي يا اخي. عايز ايه؟ Which of the following graph represents the ratios of the maximum currents that can be measured in both devices. عايز الريشيو ما بين الماكسيمم كارنت كان بي ميجرد هنا في الحاله اكس في الحاله واي. استنى يا جدع احسن اتخضيت من السؤال. هو انا اعرف طبعا استنى ما احاول افتكر كده ان ار اس بتساوي اج فرج اي جي ار جي على اي ماينس اي جي. يعني الاي بتساوي اي جي ار جي على ار اس اول بلس اي جي. مبدئيا كده كل لما الار اس تقل الماكسيمم ميجربل فاليو تزيد. يعني اكيد اي في الحاله اكس اكتر من واي.
يعني انا استبعدت ده بس. طيب موافقك يا عم. طب اعمل ايه تاني؟ عايز افكر يا مستر. بقول لك ايه، ما تيجي نحسب يا عم، اي هنا واي في الحاله دي، نحسب. انا بفكر زيك. اي في الحاله اكس اي جي ار جي على ار اس بلس اي جي. اي جي ار جي كانت 18 وار اس كانت ب 3 اي جي بلس اي جي. طبعا دي كده 6 اي جي زائد اي جي تدي 7 اي جي، يبقى الاي اكس هنا كانت 7 اي جي. طب وفي الحاله، وفي الحاله واي الاي بتساوي اي جي ار جي على الشانت ريزيستنس بلس اي جي. اي جي والار جي 18 اهي، والار اس 6 اهي بلس اي جي. 18 على 6 3، بس 3 اي جي زائد اي جي 4 اي جي. طب يعني الريشيو كده هنا 4 اي جي، يعني كده يا مستر ريشو ما بين اي اكس على اي واي كانها 7 اي جي على 4 اي جي، 7 على 4 او 3.5 على 2. 3.5 على 2، نشوف الرسمه كده. 3.5 على 2، فمثلا الرسمه ايه؟ انا شايف اهو الاكس الكرنت مربع الثاني الثالث ونص 3.5 وده 2، انا اخترت ده. طب هنا لا، ده دي كانت مربع الثاني الثالث ودي 1، لا. طب هنا مربع التاني ودي 1، لا. انا اخترت الاي. اصل الريشيو ما بين اي اكس على اي واي 7/4 يعني 3.5 على 2، فدي 3.5 مربع ودي 2. السؤال حلو. طيب question number 17، طبعا الاختيار ايه حبايبي؟ question number 17، السؤال ده مهم، من فضلك انتبه انتبه، حاجة مهمة قوي. ممكن انتبه. In the opposite circuit the voltage barrier of PN junction 0.7 volts. Barrier the voltage بيعوق الكرنت، صح؟ يعني انت هتستهلك 0.7 من البطارية الأول عشان تتغلب على البارير وتبتدي يمشي الكرنت. اوكي كمل. Where its resistance in the case of reverse biasing is infinity. Okay. ولو متوصل عكسي بتبقى infinity. So the current intensity passes through it equal. حبايبي current intensity هو عبارة عن النت فولتج divided ال R total. أنا كل اللي عايز أعلمه لك إن من التسعة فولت بتاع البطارية هيستهلك 0.7 فولت للتغلب على البارير وبعدين يمشي الكرنت. وال R total في السيركت 70. 40 و 30. كده نعمل 9 minus 0.7 اللي هي 8.3 divided 70، هيطلع الناتج 0.12 امبير تقريبا. طيب question number 18. If the ratio between the concentration of free electron and that of holes in the pure semiconductor عن درجة حرارة 27 سلسيوس 1:1. أكيد يعني في البيور بيبقى concentration of free electrons at the concentration of positive holes وكنا بنسميهم N9. Then the ratio between them when increasing the temperature of crystal to 50 سيظل طول ما هي pure the concentration of free electrons at the concentration of positive holes يعني equal 1. حلو قوي. حبايبي question number 19. The opposite diagram represents helium neon laser device. So which part in the diagram represents the component in which the population inversion happened? في الـ active medium. والـ active medium اللي هو component number 2. طيب حلو قوي. حبايبي question number 20. سؤال حلو. يا بصراحة كل الأسئلة حلوة عشان أنتوا حلوين. تعالوا نشوفوا مع بعض. By decreasing the variable resistance RS، بقلل RS. In the shown figure, the potential of the point A، بيسأل عن الـ electric potential بتاع A. تعالوا نفكر ونستمتع بالتفكير يا أخي مع بعض. هو RS بتقل، يبقى الـ current تحط سهمنا قل دونيا. يبقى كده الـ inducing current، I inducing، هتزيد. ولو الـ I inducing زادت، يبقى كده الـ inducing magnetic field، الـ B inducing
هي ميو في ان اي على ال هتزيد. طب كده يبقى الكويل ده، الكويل ده معرض لأسندنج أسندنج إنديوسنج ماجنتيك فيلد، معرض لماجنتيك فيلد متزايد. ها حضرتك المحافظ بقى رئيس المدينة لو لقيت حد بيزود بنديسترويت، يعني معرض لأسندنج ماجنتيك فيلد يبقى ننزل بقصيدة أوبوزنج. يبقى أوبوزنج إي إم إف ويل بي إنديوسد، أوبوزنج كارنت ويل بي إنديوسد. يعني لو ده ماشي كده شايف على نفس الضلع هنا يبقى هنا عكسه، نقول ان ده I induced والI بيمشي في الريزيستنس كده اهو، يبقى قبلها هاي بوتنشال وبعدها لو بوتنشال. خد بالك في الكويل اللي هو يعتبر السورس من نيجاتيف للبوزيتيف، انما في الريزيستنس من البوزيتيف للنيجاتيف، يعني النقطه ايه هتبقى هي الهاير بوتنشال greater in potential than B. طيب question number 21، سؤال بيقول the opposite figure shows two long wires parallel wires okay where the electric current passes in each one of them. ماشي فيهم current هنا I وماشي upwards وهنا 2I وماشي downwards. حلو قوي. عايز ايه بقى؟ if the magnetic flux density that is generated from the current of wire 1 at point X is B. يعني لو ده الواير الاولاني ده عامل magnetic flux هنا B بتاعت الواير 1 تساوي B. طلباتك عايز ايه؟ then the resultant magnetic flux at X، عايز ال resultant عند ال X okay، وعايز الـ direction of the resultant magnetic field. أسئلة حلوة ومحتاجة تفكير. طيب تعالوا نشوف مع بعض. B بتاعت الواير الأولين ميو في I على 2 باي with distance 2D. الdistance 2D أهي. يبقى ميو في I على ها 4 باي دي اللي هي كتبتها كوارتر، اهو كتبتها كده بص بص بالبونت العريض، كوارتر ميو اي على باي دي وهو مسميها بي. طيب يا عم هو عايز ايه بقى؟ تعالوا نجيب الاول بي للواير الثاني، تعالوا بي للواير الثاني ميو في اي على 2 باي ديستنس. طب الاي ب 2 اي الكرنت انتنس يعني 2 اي والديستنس دي على 2 باي دي، فكده بقت ميو اي على باي دي. طب ميو اي على باي دي تبقى 4 بي. الله على الجمال. يبقى البي 1 ببي والبي للواير 2 ب 4 بي. ولو انت ناصح يا اخي، لو ربنا كرمك بشويه ذكاء، ميو في اي على 2 باي دي بالنسبه للواير الثاني الاي دبلد والديستنس هاف، فلو الواير الاولاني عامل بي يبقى الواير التاني يعمل 4 بي. طيب الكود بتاعهم ايه دول بقى يا مستر؟ الكود بتاعهم ايه؟ ها ماينس بلس ماينس، يعني resultant magnetic flux عند النقطة X هتبقى 3 بي. 3 بي يبقى نستبعد دول ماشي. طيب واتجاهها مين يكسب؟ ال 4 بي. طب ال 4 بي ده كان عامل اتجاهه فين؟ الكرنت داونوردز، يبقى من الناحيه دي اكس ومن الناحيه دي دوت دوت. ال 4 بي ده كان دوت، ده دوت 2، يعني الريزلتنت طبعا الاقوى يكسب. دوت دوت يعني اوت اوف ذا بيبر، يبقى اختيار رقم بي. يس. طيب حبايبي كويستشن نمبر 22، كثر السؤال عليه فسيبوني اعلمكم بعد اذنكم. The proper way of motion، الطريقة الصحيحة of motion of the metallic ring to produce induced EMF on the rule of electromagnetic induction represented in figure. حبايبي عايز أعلمك حاجة، عشان يتولد EMF في coil بيلف between two poles of magnet لازم
كويل يلف حوالين اكسس الاكسس بيربنديكولار على الفيلد. بالله عليك لا تاخد بالك من الجمله دي، لازم يدور حوالين اكسس، اهو شايف الاكسس بيربنديكولار على الماجنتيك فيلد. ايه سامع واحد بيقول لي ليه؟ يا سلام، تعال اقول لك يا سيدي. اهو كده ادي الكويل وادي الاكسس وادي الفيلد اهو. كده مفيش فلكس لاينز بتخترقه، ولو لف هيبقى في ماجنتيك فلكس بيخترقه، يبقى كده حصل تشينج في الماجنتيك فلكس اللي لينك ويز كويل اللي بيخترق سطح الكويل. طيب ايه رايك لو لف حوالين اكسس بارلل لللاينز؟ يعني كده الاكسس اهو واللاينز اهي، انا هسيبك انت ترد عليا. هل في كده لاينز بتخترق سطح الكويل؟ لا. طب كده في لاينز بتخترق سطح الكويل؟ لا. يبقى لازم خلاص بقى مبدا وهتكتبها معلومه ما اعرفش كنت واخد بالك منها ولا لسه بتاخد بالك منها، ان لازم يبقى الدوران حوالين اكسس بيربنديكولار على الفلكس لاينز. اكتبها بالبونت العريض، يبقى الاكسس of rotation should be perpendicular على ال external flux lines. طيب يبقى اول واحده دي باينه انها مستبعده صح؟ اه الاكسس واللاينز ما تدورش. طب هنا يا مستر دول parallel لبعض برضه، ما هو في الاكسس نقطه وده كده اكس بارلل لبعض، اه واحد كده واحد بارلل لبعض، ده مستبعده برضه. طب وهنا برضه الاكسس بارلل لللاينز مستبعده. طب الوحيده اهي دي الاكسس اهو واللاينز بيربنديكولار، الاكسس كده واللاينز بيربنديكولار عليه بيلف كده. اختيار رقم دي سؤال حلو جدا، حلو فعلا اختيار الرقم دي. طيب question number 23. In the opposite circuit the current intensity that passes through the circuit. عايز ال I، عايز ال I، سهلة قوي دي بقى. طيب هنعمل ايه؟ خد بالك دي XL و XC. طيب هتعمل ايه؟ يبقى ال Z هتبقى بتساوي XL ناقص XC على طول، مش محتاجة يعني نكتب كده. XL ناقص اكس سي صح؟ قلت ان هما انا فاكر كنا بنرسمها كده الاكس ال وادي الاكس سي، ولو في هنا ار طب هو ما فيش ار، فالزد عباره عن اكس ال ناقص اكس سي، يعني 20 ماينس 10 كبير من الصغير بالمناسبه، يبقى اكس سي ناقص اكس ال 20 ماينس 10 يعني ايكوالز 10، الزد ب 10 ودي 30 فولت يعني هتبقى 3 امبير، 30 فولت على 10 اوم 3 امبير. طيب question number 24. An electric transformer efficiency 90% كده الايتا 90 على 100 اللي هي 0.9 works على AC voltage of maximum value 141.4. بالله عليك خد بالك دي الاي ماكسيموم، ماكسيموم فاليو. تعرف لو قال works على potential difference كذا يبقى بيتكلم بالإفكتيف، انما هنا قال لك works على source maximum value بديل e maximum. وافتكر ان التعامل الرسمي مع ال alternating current بال effective value. Where the consumed power in its primary coil 3 kilowatt ده ال input power. طيب and the current intensity 6 ampere passes through the secondary coil the IS. So the potential difference between the terminals of its secondary coil يبقى بيتكلم عن VS. And the current intensity in the primary coil. عايز ال VS و IP. طب واحدة واحدة. الأول بس نجيب ال effective value بتاعت ال primary coil 0.707 في ال V maximum. يعني 1.41.4 في 0.707 يبقى 100 فولت. دي كده ال VP. اللي هي الافكتيف فاليو اوف ذا سورس اي سي سورس. طب وبعدين انا عندي البي ان، انا اعرف ان الانبوت باور تساوي اي بي في في بي، فلو عايز اي بي تبقى الانبوت باور على في بي،
3 كيلو وات يبقى 3000، والفي بي خد بالك الافكتيف يعني 100، فطلع الناتج 30 فولت 30 امبير، سوري 30 امبير دي الاي في البرايمري كويل 30 30، يبقى نستبعد دول. اوكي طيب عايز ايه تاني؟ كان بيسال عن في اس. طب ما ننزل بقى بالريشو بتاعتنا، ايتا في بي على في اس تساوي ان بي على ان اس، مش موجوده، تساوي اي اس على اي بي. اوكي ايتا 4.9 والفي بي 100 وهو عايز في اس، اي اس هو قايل في السؤال 6 امبير كان مديلنا جيفن اهو، والاي بي جبناها 30. طب كده هتطلع الفي اس، يلا كروس مالتيبليكيشن 30 باي 0.9 باي 100 ديفايدد 6، اوكي يدي 450 فولت، يعني اختيار رقم بي. حبايبي question number 25، سؤال حلو، تعالوا ندقق فيه كده مع بعض ونستمتع مع بعض بالتفكير. أسئلة جديدة، عايزك تتدرب على أشكال أسئلة جديدة. The opposite figure represents part of an electric circuit، ده جزء من دائرة كهربية وعايز الـ value of R. اتأمل شوية، عايزك زي الطبيب اللي بيقرأ تحاليل طبية، زي وكيل نيابة اللي بيقرأ محضر بدقة. هو عايز الـ value of R. تعال نتأمل الرسمة مع بعض، دي نود ودي نود، هنا ده R، أوكي طب في هنا 3R، في هنا 2R، البطارية دي 18 فولت، ده الـ VP internal resistance 0، حلو ماشي، current هنا 1 أمبير، آه يبقى أكيد ماشي هنا 1 أمبير صح. طب وماشي هنا current 3 أمبير، بس ده كله قاعد أتفرج على الرسمة، 1 امبير من هنا و3 امبير من هنا، يبقى تجمعوا هنا يبقى اكيد ماشي 4 امبير، حلو. عايز ايه؟ احلها لك؟ عايز الار؟ حاضر حاضر انا احلها لك. حبايبي ولادي تعالوا كده نتامل مع بعض، شايف النقطتين دول؟ كنت علمتك في شابتر 1 انك تقدر تحسب البوتنشال ديفرنس بين النقطتين دول، زي مثلا سمينا ديت في 1 ومن فوق في 2 قد بعض، اكيد potential difference بين النقطتين ال V ممكن يتحسب بطريقتين. مرة قعدنا كتير قوي اعلمكم مهارة انك تحسبها بطريقتين، ده انا اسستكم على الغالية والله. لو احسبها من تحت يبقى 4R اهو، 4R اللي هي 4 امبير في R، I في R يعني. طب ولو احسبها من فوق، تعالوا كده نحط اشارات، كرنت ماشي هنا يبقى بوزيتيف نيجاتيف، طب ودي نيجاتيف بوزيتيف، طب وهنا بوزيتيف نيجاتيف. الانرجي بروديوسد، الفولتج بروديوسد ناقص الكونسيومد، يعني 18 ماينس 2R في 1، 2R في 1 بلس 3R في 1. شكرا يا ابني انت خلصت، 3R times 1. بجمع الفولتات تجميع فيكتور، الفولتج بروديوسد ماينس الكونسيومد، البطاريه انرجي بروديوسر، الريزيستور كونسيومر، يبقى من تحت اي فار مفيش غير اليمنت واحد. طب من فوق في بطاريه انرجي بروديوسر واثنين ريزيستور بيستهلكوا، فيبقى 18 فولت هم الرصيد من البطاريه ماينس 1 في 2R 1 في 3R، يعني لو هنبسطها يبقى هنا 4R بتساوي 18 ماينس 2R و 3R 5R. طب جيب دي الناحية دي يبقى 9R تساوي 18، يبقى الR بكام؟ حلوة ها؟ 2 أوم، حلوة أوي، ويا رب تبقى عرفت أنا بقرص عليك ليه من أول السنة عشان تفهم النهاردة بسهولة. طلعت الإجابة 2 أوم. طيب question number 26، سؤال بيقول in the opposite figure في الشكل المقابل solenoid carry electric current that generate magnetic flux density B at the center of its axis، يعني عند النقطة دي. اوكي طيب and beside the solenoid there is a straight wire that is perpendicular to the plane of the page، اهو ده الوير X. طيب عايز ايه بقى؟ where it carry current
that generate magnetic flux عند النقطة B, magnetic flux B عند النقطة P برضو. هنا عايز ايه؟ عايز الريزلت. طب واحدة واحدة دلوقتي احنا حلينا زي قبل كده السيركلر كويل، ها الكرنت ماشي كده، يبقى الفيلد بتاعه ده مش سيركلر كويل ده سولونويد، يبقى ده الفيلد بتاع السولونويد بي سولونويد الى يمين الصفحة اهو صح. طب والواير اتجاهه اكس، الواير الكرنت اتجاهه اكس اكس، يبقى الفيلد بيلف حواليه، لو اكس يبقى الفيلد بيلف كلوكوايز، يعني هنا يبقى الداونوردز دي بي بتاعت الواير. فيبقى لو عايز بي توتال تبقى روت بي بتاعت السولونويد، وهو كان قايل عليها انها بي اهي سكويرد، هي كده يعني عشان تفهمني، بي توتال بتساوي روت بي سولونويد سكويرد بلس بي واير سكويرد. البي سولونويد هم مسميها بي، يبقى بي سكويرد بلس البي واير برضو بي، بي سكويرد بلس بي سكويرد، يعني هتبقى روت كده لو انت يعني شوية متضايق من الماس 2 بي سكويرد، هتطلع البي سكويرد دي بره يبقى بي روت 2، بي روت 2 اللي هي روت 2 بي اللي هو اختيار رقم A. طيب question number 27، if the effective value of the electric current intensity that passes through the circuit 0.1 ampere 0.1 ampere then the capacitance of the capacitor C، بيسأل عن السي، دي لك التوتال فولتج الفريكوانسي، مدي لك R وبيسأل عن السي. طب حبايبي هنقسم ال V توتال على ال I نجيب ال Z، 200 over 0.1 طلعت 2000 اوم. طب ال Z دي اللي هي روت R squared plus XC squared، عايز اخلص من روت تبقى Z squared تساوي R squared plus XC squared، Z squared يبقى 2000 squared بتساوي R squared اللي هي 500 squared plus XC squared. طيب نودي دي الناحية التانية بالماينس، يبقى ال XC squared هتساوي 2000 squared minus 500 squared، طلعت الرقم ده. ده سكوير ال XC اعمل له روت يبقى ال XC 1936.5 ohm، دي ال XC هو بيسأل عن الكاباسيتي بالفراد. طبعا ال اكس سي بتساوي 1 على 2 باي اف سي، والله يطلع لي السي دي فوق ونزل اكس سي تحت، يبقى السي بتساوي 1 على 2 باي اف اكس سي، 1 على 2 باي والاف جيفن في السؤال 50، والاكس سي كنا جبناها 1936.5، طلع الناتج على الكالكليتور 1.64 تايمز 10 باور نيجاتيف 6 فراد اللي هو اختيار رقم سي. سؤال حلو. طيب question number 28، which of the following graph represents the relation between the energy photon and its wavelengths؟ انت جاي تهزر يا عم. E photon equals h of c over lambda inversely مع ال wavelengths، inversely شكل ال inversely اهو ده ال inversely yes. طيب question number 29، the opposite figure shows a rectangular coil that rotates between pools of magnet. Okay. If the coil rotate about the axis BQ، اهو بيلف حوالين axis، والaxis طبعا perpendicular على external field. ماشي عايز ايه يعني؟ Starting from the position shown، كده coil parallel يعني theta ب 90، كده theta equals 90، يعني ال EMF maximum. ال EMF is maximum. ابن اوميجا سن 90. اوكي. So which of the following graph represents the change of the induced EMF of the coil in one complete cycle؟ اوكي بادي ماكس. وادي one complete cycle. سهلة خالص يا عم. الأسئلة السهلة دي. يبقى question number أو الاختيار رقم A. طيب question number 30. سؤال بيقول the opposite diagram represents some energy levels in the hydrogen atom. So the arrow that represents the transition that produces photon of wavelength 657 nanometers. حبايبي وانت بمعلومات الwavelength of the photon تقدر تجيب الانرجي في photon h في c لامدا.
6.625 tempo negative 34 delitch, we see 3 times tempo 8. Well, wavelength 657 نانو بندر في تمبور نيجاتيف 9. طلعت الانرجي بس دي مش جول. تعرف تحولها لي لالكترون فولت؟ خد بالك من الكترون فولت لجول كنا بنعمل مالتبلاي 1.6 في تمبور نيجاتيف 19. طب من جول لالكترون فولت يبقى ديفايدد 1.6 في تمبور نيجاتيف 19. عملناها divided 1.6 في 10 negative 19 طلعت 1.89 الكترون فولت. دي طاقة الفوتون. استاذنك تجرب transition بالكالكليتور. هي دي E1 دي E2 E3 E4. جرب A مثلا اللي هي E4 ناقص E1. طب جرب transition B E4 ناقص E2. طب جرب الترانسيشن سي اللي هو اي 3 ناقص اي 1. طب جرب الترانسيشن دي. دي ده منين لفين؟ من 3 ل 2 يبقى اي 3 ناقص اي 2. تعالوا نجربه كده مع بعض اللي هي نيجاتيف 1.51 ماينس نيجاتيف 3.4 زي ما مكتوب اكتبه. يلا نشوف كده. يس طلع الناتج 1.89 الكترون فولت يعني ده ترانزيشن دي الاختيار رقم بي اللي هو يعبر عن الترانزيشن دي من هنا لهنا. حبايبي اشكركم واتمنى تكونوا استفدتم وكل شويه كده نقعد نتسلى مع بعض في امتحان. شكرا. ثانك يو.